مشترك النهارده للمره الرابعه وحضرت كل النسخ من اول 2017. المره دي العدد اكبر، التنظيم اعلى، شايف الناس مبسوطه اكتر من كل مره. نتمنى ان هو طبعا يستمر ويعلى ويكبر وكل الناس تشارك فيه زي ما متعودين منه. شاركنا النهارده في سباق زايد خيري 10 كيلو اسكندريه، دي المره الثالثه اللي شارك فيها في سباق زايد. شاركت اول مره ديسمبر 2018 في الاسماعيليه، والمره الثانيه كانت ديسمبر 2019 في السويس. الحمد لله الروت كويس، تنظيم كارونرز رائع، عاملين مشايات عشان الشيب تايم اللي هي الشريحة الالكترونيه تقرا المسافه مظبوطه لكل المتسابقين، محدش يقدر يختصر المسافه.